هيبتنا في قدرتنا على السيطرة على الأوضاع بأي وسيلة، بالترهيب، بالترهيب. هم ما راح يهدى النبال لحتى نقبض على العقاب وننتهي منه نهائيا. قتلتم رجلا بريئا وهذه جثة ذلك مقابل. بدي رأس العقاب. شوف أخي، العقاب هو اللي قتلك. انت العقاب؟ انت وياه تاركن مع الدرب. حامي كاملة بعسكرة وعتادة برجالة، عايزة انه تقتل او تمسك شخص واحد. انا وضعي مختلف لانه ابني من الدرك. كيف بدك بنت تقتل قائد سرايا؟ البنت بدها تنتقم لاخوها، ليش لحتى نحرمها تاخذ سارة؟ كيف تقبل على حالك تكون مع الدرك اللي عم يقتله؟ ولبين ما تنجح بمهمتك رح يبقى ابنك عندنا هون بسرايا. شو يعني بيوم عرفتي انه ايدي بدل ما تنصبغ بالحنه بجوز تنصبغ بالدم؟ عسكري صار يدخل السرايا حي، كأنه أحد الأهالي قتله انتقاما للعقاب. وما رح يستقر لنا وضع بهالبلاد إلا إذا قطعنا المزيد من خيوط الدم يلي بيشدن لبعضهم البعض، والدم العنصر اللي بيشدن وبيجمعهم مع بعض يصير هو يفرقهم عن بعض. ساعتها بنقدر نحكمهم.